عايزين نتكلم شوية بقى عن موضوع السيستم ريكفري. يعني ايه سيستم ريكفري؟ سيستم ريكفري يعني ازاي تخلي السيستم بتاعك من كيس ان حصل له مشكلة، تمام، تعمل له ريكفري. تعمل له ريكفري يعني تحاول تحل المشكلة دي وتعيد تشغيله تاني. طبعا الكلام ده له ديتيلز في كورس السيرفر، مش علينا في الاكس بي هنا، بس انا بحاول ان انا زي ما اتفقنا ان احنا نحضر للي جاي قدام، ماشي. انا ما بتكلمش هنا عن داتا ريكفري. داتا ريكفري دي قصه كبيره قوي هناخدها مع بعض. انا بتكلم عن حاجه اسمها سيستم ريكفري. يعني الويندوز حصل فيه مشكله. حصل فيه مشكله زي ايه؟ مش احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها ساين سوفت وير وان ساين سوفت وير؟ الساين سوفت وير دوت اللي هو بيبقى خاضع لتيست من مايكروسوفت واثبت كومباتيبلتي، صح؟ الان سايند ده، ها، مش هقول لك ما اثبتش كومباتيبلتي، هقول لك ما عملنالوش تيست اصلا. فوارد جدا ملف من الملفات دي او من السوفت وير ده هو ينزل يعمل اوفر ريتن على ملف كريتيكال من ملفات السيستم، فيبوظ لك الدنيا، وبتحصل كتير جدا. لكن انت تيجي تعرف درايفر بتاع كاميرا، درايفر بتاع مش عارف ايه، درايفر بتاع ايه، او سوفت وير معين، تبص تلاقي ان هو عمل ايه، ها، راح نازل، راح كاتب على ملف من ملفات السيستم، ضرب لك الويندوز. حصلت معايا كتير جدا. فوقت عايزين نعرف ازاي نريكفر الليله دي بقى، ماشي. اول حاجه اخترعوها قال لك في حاجه اسمها لاست نون جود كونفيجريشن، ماشي. دي عباره عن ايه بقى؟ قال لك بص، المكنه دي فيها حاجه اسمها ريجستري. حد سمع عن ريجستري دي قبل كده؟ الريجستري دي عباره عن داتابيز، تمام، بتعبر عن هاو يور كمبيوتر از كونفيجر، ازاي المكنه بتاعتك متظبطه. هتلاقي ان الريجستري مقسومه نصين، نص يخص اليوزر ونص يخص الماشين نفسها، ماشي. يعني مش انت كيوزر ليك بروفايل ديسك توب، مش عارف تول بار، شورت كات، مش عارف ستارت منيو، اكسبلولر، ماشي. مش انت لو عملت شوت داون للمكنه ومشيت ترجع تعمل ستارت للماشين بتاعتك بتلاقي نفس البروفايل بتاعك موجود؟ يبقى اكيد هو ستورد في حته على الماشين دي، صح؟ ستورد في الحته اللي اسمها ريجستري، في الجزء اللي يخص اليوزر. المكنه دي مش بتعرف عليها درايفرز، مش نازل عليها سوفت ويرز، صح ولا غلط؟ طب المكنه دي لو انت عملت لها شت داون دلوقتي ومشيت ورجعت عملت لها ستارت، مش هتلاقي نفس البرامج انستولد؟ في حد فينا بيحتاج ان هو يعرف المودم كل مره يعمل فيها ستارت للكمبيوتر؟ هو انت بتعرفه مره واحده وخلاص، صح ولا ايه؟ فهتلاقي برضو ان في جزء، ها، على الهارد ديسك او جوه السيستم السيتنجز بتاعت الماشين دي متخزنه جواه، صح ولا غلط؟ الجزء ده برضو بنسميه ريجستر، الحته اللي تخص الماشين، ماشي. طب علشان اتفرج على الريجستري بقى بعمل ايه؟ محتاج حاجه اسمها ريجستري اديتور. الشورت كات بتاعته انك انت بتفتح الران وتكتب بريج اديت، فتلاقيه راح فاتح لك الريجستري بتاعت الماشين. هتلاقي ان في حاجه اسمها اتش كي كارنت يوزر، شايفينها، وهتلاقي ان في حاجه اسمها اتش كي لوكال ماشين، ماشي. فهبص تلاقي حضرتك ان الجزئين دول، ها، ده فيه الكونفيجريشن بتاعت اليوزر اللي عامل لوجن حاليا، وهنا فيه الكونفيجريشن بتاعت الماشين. اذا بصرف النظر عن اليوزر اللي هيلوجن، الحته دي لازم هتبقى واحده، صح؟ انما دي هتتغير على حسب البروفايل بتاع اليوزر اللي عامل لوجن دلوقتي، ماشي. في الكورس بتاعنا بقى كشغل ادفانسد شويه، هتلاقي نفسك انك انت محتاج تنكد على الناس. انا محتاج ايه؟ محتاج اليوزر لما يفتح الستارت منيو ما يشوفش الران، محتاجه ما يشوفش السيرش، محتاجه ما يشوفش الهيلب. فتلاقي ان كل حاجه من دي ليها كي جوه ريجستري ينفع تعمل لها انيبلد او ديسيبلد، بس ده هيسمع في اللوكال ماشين دي بس، صح؟ فاذا انا لو مش عايز الناس تشوف الران، هقعد على كل مكنه افتح الريجستري بتاعتها وابدا ان انا اعمل ايه؟ اديسيبل الفاليو بتاع الران، صح كده؟ دي حاجه، يبقى مفيش سنترلايز. المشكله الثانيه اللي هتقابلني ان الريجستري مش مفهومه اصلا. انت فاهم حاجه من الريجستري دي؟ انا شخصيا مش فاهم اي حاجه. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ انا كل اللي انا اعرفه ان كارنت كنترول سيت دي فيها الكونفيجريشن بتاعت الماشين، معايا؟ دي السيرفيسز اللي قايمه جوه كارنت كنترول ماشين دي، ماشي. وكل كي من دول له سب كي، وكل سب كي له فاليو، والفاليو ده بياخد رقم. بس ايه الكلام ده؟ انا ما اعرفوش.
بس مثلا على سبيل المثال انا ممكن اديك مثلا مثال ماشي. مش في حاجه اسمها ريموت ديسك توب؟ سمعتوا عنها؟ ايه ريموت ديسك توب؟ انك انت تبعت تجيب المكنه دي ريموتلي، يعني اخدها في كورس السيرفر ان ديتيلز. يعني ايه؟ يعني انا عايز اخش على المكنه دي دلوقتي، بس مش محتاج ان انا اقوم اجيب كرسي واقعد على المكنه دي، عايز اكونكت عليها من بره ريموتلي، فبانيبل عليها حاجه اسمها ريموت ديسك توب. براي كليك على ماي كمبيوتر واجيب البروبرتس، الاقي في حاجه اسمها ريموت، واقول له allow users to connect remotely to this computer، وابدا استخدم حاجه اسمها ريموت ديسك توب كونكشن من على المكنه اللي انا عايز اكونكت منها. ماشي، وهنشوفها هتعجبكم، وكلها سيتنجز وحاجات ظريفه كده، هناخدها مع بعض قدام شويه. ماشي، كلام جميل. طيب افرض ان انت عايز تينيبل او تديسيبل الاوبشن ده من جوه الريجستر. هو دلوقتي ديسيبلد ولا انيبلد؟ هو دلوقتي ديسيبلد صح. بص انت هنا لو فتحت الريجستري اتش كي لوكال ماشين سيستم كارنت كنترول سيت كنترول، في حاجه اسمها تيرمينال سيرفر، جوه التيرمينال سيرفر هتلاقي في حاجه اسمها ديناي تيرمينال سيرفيس كونكشن. ماشي، لو انا خليت البتاعه دي زيرو يبقى انا بديسيبل الديناي، يبقى انا بانيبل الاوبشن ده. فلو رحت دلوقتي عملت رايت كليك هنا بروبرتس ريموت هتلاقي انيبل صح كده. طب لو انا دلوقتي خليت الريكورد اهو بدل ما هو زيرو خليته واحد، يبقى انا بانيبل الديناي صح، يبقى انا بمنع الناس انها تخش ريموتلي. يبقى هتروح كده، ها سوري ريموت هتلاقيه اتشال. ماشي، كل اوبشن بقى من دول كجرافيكال يوزر انترفيس لو فاليو في ريجستري، تينيبل او تديسيبل من ريجستري، بس الشاطر اللي يتعلم. انت فاهم حاجه؟ انت فاهم حاجه؟ انا مش فاهم حاجه. انا بقى دخلت على الانترنت وقلت له ازاي انيبل او ديسيبل ريموت ديسك توب كونكشن باستخدام ريجستري، راح كاتب لي الباث ده جوه ريجستري، ودخلت عرفتها وخلاص. بديك مثال تمام. انا عندي كتاب اسمه ريجستري جايد، في كل حاجه في الريجستري دي بالظبط ووظيفتها ايه، بس ملهاش علاقه بالكورس. بس طبعا لا ملهاش علاقه بالكورس خالص تمام، بس انت طول الكورس هنحتاج ان احنا نخش نديت في ريجستري. يعني حته مثلا زي بتاعه ريموت ديسكتوب كونكشن اللي انا بقولها لك دي، انا اخدها ان ديتيلز ماشي لما نيجي ندرس الريموت ديسكتوب. انا بديك مثال، بديك الريجستري بتعمل ايه، بديك انت دلوقتي عندك سيستم، السيستم ده كله اوبشنز، ممكن تينيبل او تديسيبل الاوبشنز دي من خلال الريجستري، لان الريجستري دي عباره عن ايه، هي الداتابيز اللي بتعبر المكنه دي معمولها كونفيجريشن ازاي، وكل اوبشن من دول له فاليو جوه الريجستري. ماشي، صعب الكلام؟ في مشكله؟ كلام جميل. طيب قال لك بس مشكله الريجستري حاجتين، الحاجه الاولى انها ما بتسمعش غير في اللوكال ماشين، والحاجة التانية ها انها مش مفهومة ومحتاجة جايد، صح ولا غلط؟ فالتطور السريع بقى للحاجة الساعة، عملوا حاجة اسمها جروب بوليسي. حد سمع عنها؟ الجروب بوليسي دي بقى اللي انت هتخنق بيها على خلق ربنا، هو ده السلاح الوحيد كادمنستريتور، سلاحك الوحيد كادمنستريتور فعلا. الجروب بوليسي دي بقى عبارة عن ايه؟ اولا هنسهل عليك الليلة، ونعمل لك حاجة برضو ايه؟ جرافيكال يوزر انترفيس تعرف تفهمه. يعني ايه؟ يعني هنعمل لك مثلا انترفيس كده، هتلاقي في حاجه اسمها ريموف الران، صراحه هتلاقي في حاجه اسمها انيبل ريموت ديسك توب كونكشن، مش هتبقى عباره عن ها فاليوز زي كده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان السكوب بتاعها ممتد على عدد الماشينز كلها اللي عندك في النتورك، فوقتها من خلال الجروب بوليسي دي هتقعد بقى نشوف كورس السيرفر ازاي، زي الباشا هتقعد على السيرفر وتبدا تقول انا عايز اطبق بوليسي على كل الناس اللي عندي في الدومين، او كل الناس اللي عندي في النتورك، ما اعرفش يعني ايه دومين تمام، اديسيبل من عليهم الران، انيبل من عليهم السيرش، اديسيبل الريموت ديسك توب، اسطب عليهم السوفت وير الفلاني، ارن عليهم الباتش فايل الفلاني، اعمل لهم مش عارف ريدايركشن للحته الفلانيه. ماشي، انما اصلا الكلام ده هو بيسمع فين؟ بيسمع في الريجستر. انما طبعا احنا عندنا كورس ورك جروب، مفيش سنترلايزد ادمنستريشن، فده الشكل بتاعك. ماشي، قالك انت ممكن تطبق بوليسي برضو انك انت لو وقفت هنا في الران
وكتبت جي بي اديت دوت ام اس سي، هيفتح لك حاجه اسمها لوكال بوليسي، اهو جروب بوليسي شايفينها. هتفتح ياسر بعد اذنك. شايفين الجروب بوليسي عباره عن ايه؟ كل الفاليوز اللي موجوده في الريجستري عملنا لها ايه؟ ها جرافيكال يوزر انترفيس. يعني مثلا في يوزر كونفيجريشن هنا مثلا، يعني في الادمنستريتيف تمبلتس بندخل دايركت على الجروب بوليسي، فانت بتجيبها من هنا. ماشي؟ لا ممكن من هنا. ماشي؟ وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشا؟ هتلاقي في حاجه اسمها ستارت منيو، هتلاقي جوه الستارت منيو ريموف الران من الستارت منيو. فانا ممكن اعمل ايه؟ ها اقول له انيبل ريموف الران، ابلاي، اوكي. ماشي؟ فوقتها بص تلاقي ايه، خدت بالك من حاجه؟ مش عارف استخدم الران بس لسه، ها المفروض تختفي علشان بس ريفرش البوليسي. بعمل حاجه اسمها جي بي ابديت سلاش فورس، جي بي ابديت سلاش فورس. لو فتحت دلوقتي الستارت منيو مش هتلاقي الران، فاهم؟ انا كان ممكن اعملها من الريجستري، بس انا من الريجستري محتاجه جايد. فقال لك الجروب بوليسي دي هتساعدك انك انت تفهم الريجستري بشكل ايه، زي ما انت شايف بقى جرافيكال يوزر انترفيس. معايا؟ مرة جاية يكون في بروجيكت ان شاء الله. ماشي معايا كده؟ ماشي. ده الشرح اللي جنبيها وده بالظبط، بس انا مش عايزك ارجع تاني اعمل لها ايه، ها نوت كونفيجرد، يعني انت تظهرها. مش عايزك تفهم الكلام ده هو ده. انا بديك مثال، فاهم؟ هنرجع تاني جي بي ابديت سلاش فورس. لقيت الراندر. انا عايز اقول لك ان هو امتدادا للريجستري او نتيجه لمشاكل الريجستري اخترعوا حاجه اسمها الجروب بوليسي. كل فاليو من دول ترجمناه في هيئه تكست انجليزي عشان تفهمه، او على حسب بقى اللغه بتاعت الويندوز. ماشي؟ قال لك الجروب بوليسي برضو ما زالت بتسمع في اللوكال ماشين. قال لك لا، الجروب بوليسي دي بقى ممكن تعملها على مستوى كل الاجهزه اللي عندك. معايا كده؟ كلام جميل. ليه بقى بحكي لك القصه دي كلها؟ علشان اقول لك حاجه مهمه جدا. اقول لك الريجستري عندي، ماشي، فيها ريكوردز مهمه جدا، فيها حاجه اسمها الديفولت، وفيها حاجه اسمها الكرنت، وفي حاجه اسمها الديفولت والكرنت وال واللاست نون جود، وحاجه اسمها فيلد. ايه الكلام ده؟ تخيل ان الاربع حاجات دول كل واحده فيهم منفصله عن الثانيه. قال لك مش انت اول ما بتسطب الويندوز بتاعك وتفتح الجهاز ده هو بيقابلك ديفولت بروفايل، والماشين بيبقى عليها ديفولت سيتنجز؟ قال لك كل ده هو متخزن هنا الحته بتاعت الديفولت. اوكي؟ بتبدا انت بقى تعدل شويه حاجات. احنا قلنا انت لما بتعدل حاجات وتقفل المكنه وترجع تفتحها بتلاقي الحاجات سيفد. عمري انا ما نزلت سوفت وير وعملت شوت داون للجهاز ورجعت شغلته لقيت السوفت وير طاير، اكيد هو ستورد في حته معينه. فقال لك انت الاول بتقوم بالديفولت. حلو كده؟ ان كيس انك انت دلوقتي كيوزر مثلا قمت بالديفولت وبدات تعدل فيه، ايه اللي هيحصل؟ انت كده دلوقتي بتعمل ايه؟ هو خلي بالك هو محتفظ بالديفولت، هيفضل موجود زي ما هو، انما هيديك ايه؟ ها هيديك افيلابيليتي انك انت تعدل في الديفولت بس على هيئه حاجه اسمها الكرنت. يعني هياخد نسخه من الديفولت يحطها جوه الكرنت وتبدا انت تعدل بقى في الكرنت بتاعتك دي. انت بقى دلوقتي عايز تمشي، مفترض انك انت تعمل سيفنج، صح ولا غلط؟ صح، علشان لما تفتح الماشين تاني هتلاقي الحاجه الاخيره اللي انت كنت عليها. فبص تلاقي ان الكرنت دهوت يرجع تاني يتقلب جوه الديفولت لانك كل مره بتقوم بالديفولت، ويعمل شات داون. عملت ستارت تاني للماشين وحصل سكسسفول لوجن، يعني الدنيا فله ومفيش اي مشاكل حصلت، تعمل ايه؟ ها لا، هتبص تلاقيه، ها اول ما يحصل سكسسفول لوجن يبقى اذا الديفولت ده سليم اللي انا قمت بيه، يروح جاي حطه في حاجه اسمها الكلون. حلو كده؟ وشايله على جنب.
ويقلبوا جوه الكرنت علشان انت تشتغل جوه الكرنت. ماشي؟ حصلت مشكله دلوقتي جوه الكرنت، سطبت درايفر ضرب لي الويندوز، مسحت كريتيكال فايل من السيستم فايلز، خربت الدنيا. لو عملت ريستارت دلوقتي وانا ماشي، الكرنت اللي هو بايظ هيقلبه لي جوه الديفولت، فلما اجي الوجن المره اللي بعديها هلوجن من الديفولت اللي بايظ، صح؟ فانا عايز الحق نفسي بقى، فاعمل ايه؟ اروح دايس اف 8، جهاز وقف خلاص، اروح دايس اف 8 واختار ايه؟ واختار حاجه اسمها لاست بوت نون كونفيجريشن. يبقى دي بقول له قوم من اخر مره الجهاز قام فيها صح، اخر ديفولت او اخر سكسسفول لوجن للديفولت عملت بيه، فيروح واخد لي مين فيهم؟ الكلون، هيروح قايم بيها. حلو كده، يروح جاي واخدها قلبها في الحته دي واقوم كده معايا كده، صح كده؟ اللي بايظه بقى ارميها في الفيلد. ماشي؟ فاللي انا عايز اقوله لك ان اللاست نونجود كونفيجريشن دوت انت بتستخدمه علشان خاطر ايه؟ بوظت الدنيا، السيستم وقف، اعمل ايه؟ اعمل ريستارت الماشين، اعمل ريستارت. ماشي؟ وبعدين تروح دايس ايه؟ اف 8. ماشي؟ شفت ايه اللي حصل؟ هتلاقي في حاجه اسمها لاست نون جود كونفيجريشن. لاست نون جود كونفيجريشن دي معناها ايه؟ قوم اخر مره الجهاز قام فيها سليم. طب ايه اخر مره الجهاز قام فيها سليم؟ الحته اللي هي لما الديفولت كان سليم بعد ما عملت سكسسفل لوجن وقلبها لي جوه الكلون، لان بعد كده الديفولت دوت هيتحول للكرنت والكرنت دوت هيبوظ. ماشي؟ فان كيس ان حصلت مشكله عندك وعملت ريستارت وبعدين رجعت عملت لوجن بعد اول ريستارت، خلاص مش هينفع تستخدم اللاست نون جود كونفيجريشن. ايه انا دلوقتي حصلت مصيبه عندي في الكرنت، رحت عامل شت داون للجهاز ورحت قايم عامل ريستارت على طول، وبعدين رحت عامل لوجن، ما لوجن دي معناها ان الديفولت هيتقلب جوه الكلون، فاصبحت الدنيا بايظه، صح كده؟ معايا ياسر؟ ماشي؟ فلازم لازم لازم دي تعملها لاست نون جود كونفيجريشن قبل اللوجن، قبل اللوجن يعني اف 8 اول ما تبتدي. ماشي؟ ماشي؟ والله حصلت مشكله بقى، حصلت مشكله والجهاز جراله حاجه مثلا، او درايفر اللي انا كنت بسطبه ما برضو اللاست نون جود كونفيجريشن دي ما اثرتش فيه، تمام؟ فمحتاج حل تاني ان انا ريكفر بيه السيستم، تمام؟ فهستخدم حاجه اسمها السيف مود. ايه السيف مود دي بقى؟ دي نون جود. ايه؟ لا، السيف مود دي عباره عن ايه بقى؟ قال لك انا هقوم لك الجهاز بالمينيمم ديفايسز نيدد، يعني بالحاجات اللي هي تقوم لك المكنه بس. زي ايه؟ الديفولت ديسبلاي كارد، الهارد ديسك، الرامات، الديفولت مونيتور، تمام؟ الحاجات اللي هو اصل هو متوقع انك انت سطبت درايفر مثلا، فالدرايفر دوت بتاع حاجه يعني ما هياش اساسيه في الجهاز، فهي دي اللي عملت لك مشكله. فانا هقوم لك الجهاز بتاعك من غير اي حاجه، بس الديفايسز اللي هي نيدد علشان تقوم الجهاز ده هو، تمام؟ وانت بعد كده تخش في الديفايس مانجر تعمل ان انستول للسوفت وير للدرايفر دوت، او من كنترول بانل تعمل ان انستول للدرايفر دوت او للسوفت وير دوت، وفعلا بتشتغل وبتعمل شغل يعني. ماشي؟
طب علشان اخش في السيف مود بعمل ايه؟ برضو اف 8. بس هتلاقي فيه 3 سيف مود. هتلاقي السيف مود اللي انا بتكلم فيها دي، هتلاقي فيها حاجه اسمها سيف مود ويد نتوركينج، فهيقوم لك الايه، ها، الدرايفر بتاع كارت النتورك كمان. وفي حاجه اسمها سيف مود ويد كوماند برومبت، هيقومك بس مش في جرافيكال يوزر انترفيس، هيقومك في شكل دوس سي ام دي. ماشي، دي بيسموها السيف مود. اقوى حاجه بقى، سيبك بقى من اللي هي اللاست نون جود كونفيجريشن والسيف مود، وتعالى لي بقى في المهمه قوي قوي قوي، الريكفري كونسول. ايه الريكفري كونسول دي بقى؟ مش انت لما بتيجي تسطب ويندوز بيقول لك لو عايز تسطب ويندوز دوس انتر، لو عايز تريبير دوس ار، وار دي تدخلني في حاجه اسمها ريكفري كونسول، صح؟ ايه ريكفري كونسول دي؟ عباره عن ايه؟ شويه اوامر، شويه اوامر، تمام، ممكن اقدر اريكفر بيها السيستم بتاعي، تمام، شويه اوامر ادفانسد بلس الاوامر العاديه بتاعه الدوس. ماشي، طب علشان اخش في ريكفري كونسول اعمل ايه؟ الاسطوانه، صح؟ هل كل مره عايز اخش فيها في الريكفري كونسول، ها، اجيب السورس بتاع الويندوز او اسطوانه الويندوز وابدا ابوت منها واقول له لا انا مش عايز اسطب ويندوز، انا عايز ريبير واكتب ار؟ قال لك لا، انا ممكن اسطب لك الريكفري كونسول دي تبقى از ستارت اب اوبشن، بس محتاجه اتليست 7 ميجا بايت فري سبيس على الهارد ديسك. ماشي، يعني ايه ستارت اب اوبشن؟ مش انت بيطلع لك الاوبريتنج سيستم مينيوز بتاعتك، الاوبريتنج سيستم مينيوز اللي بتطلع لك دي في الاول، عايز تخش على مين ولا مين ولا مين؟ قال لك هزود لك كمان، ها، انك انت ممكن تلوجن او تخش على ريكفري كونسول من خلال الايه، المينيو دي. ماشي، بس ازاي بقى بتعملها لك؟ عن طريق امر اسمه سي ام دي كونز. سي ام دي كونز ازاي بقى الكلام ده؟ بيقول لي تكون عندك السورس بتاعك، انا فين السورس بتاعنا؟ موجود هنا او السورس اهو 1 اكس بي اهو ده، صح، ده السورس. قال لك افتح السي ام دي، خش جوه السورس بتاعك او على الاي، هتلاقي وين اكس بي، خش جواه هتلاقي في حاجه اسمها الاي 386، خش جواه هتلاقي وين ان تي 32.exe. احنا قلنا لو دوست انتر هسطب، لا انا مش عايز اسطب، انا عايز انستول حاجه تانية، ها، تبقى سبيس سلاش. ماشي، واقول له ايه، ها، سي ام دي كونز. قال لك يو كان انستول ذا ويندوز ريكفري كونسول از ا ستارت اب اوبشن، ريكفري كونسول هيلب يو جين اكسس تو يور ويندوز انستليشن تو ريبليس دامج فايل اور ديسيبل اور انيبل سيرفيسز معينه. بيقول لك لو انت مش عايز ترن ريكفري كونسول من خلال الستارت اب اوبشنز دي، تمام، يو كان ران ذا ريكفري كونسول فروم ويندوز سيت اب سي دي خلال الاسطوانه نفسها زي ما اتفقنا. بس لو هتسطبها انت محتاج 7 ميجا فري سبيس على الهارد ديسك. هقول له ماشي انا موافق، كونكت على النت اعمل ابديت للفايل، لا مش عايزك. اوكي كده خلاص انا سطبتها. لو انا بقى دلوقتي عملت ريستارت للجهاز بتاعي، بص يقول لك انا عندي هنا اتنين اوبريتنج سيستم، ها، زاد سطر كمان ريكفري كونسول، واروح قايل له انتر. طبعا مش اي حد كده، ما هو دي هتظهر لليوزر، لو في يوزر قاعد ما هوش ادمنستريتور تظهر له، فمش اي حد يخش بقى يستخدم الكومنتس بتاعت ريكفري كونسول ويبوظ لي الدنيا. فقال لك لا والله ماشي، واي حد يدخل المراحل دي، انما لما توصل لمرحله متقدمه انك هتبدا تستخدم كومنت، لا، هيسالك على الباسورد بتاعت الادمنستريتور. ماشي،
هقول لك انا السيناريو استخدمت فيه الريكفري كونسول ده. مره كنت بسطب درايفر وراح الجهاز واقف فجاه اول ما الدرايفر ده نزل، وراح طلع لي الشاشه الزرقاء كده، ودايما في الشاشه الزرقاء دي بيكتب لك الباث بتاع الملف اللي عمل مشكله معايا. تمام. فرحت اعمل ايه؟ فرحت داخل في الريكفري كونسول. هنا كان الويندوز بتاعي موجود على الاي، فانا بيقول لي انا لقيت نسختين ويندوز، انت عايز تريبير مين فيهم؟ عايز اقول له نمبر 2 نمره 2 معايا كده. هيبدا يقول لي طب قول لي الادمنستريتور باسورد 1 2 3 باسورد معايا كده ماشي. فانا مش عارف اعمل ايه، انا طلعت لي الشاشه الزرقاء ومش عارف اعمل ايه. فقلت له كده وريني الهيلب، فراح كاتب لي كل الاوامر اللي انت ممكن تستخدمها ماشي. لسه في صفحه تانية ماشي، فلو دوست انتر هتنزل امر امر، لو دوست سبيس هتنزل الصفحه اللي بعديها. فلقيت في امر من ضمن الاوامر اسمه ديسيبل، فرحت كاتب ديسيبل. اديسيبل مين؟ رحت واخد الباف اللي طلع لي في الشاشه الزرقاء ورحت كاتبه هنا كده معايا كده، ورحت دايس انتر، رحت عامل ريستارت، الويندوز اشتغل سكينه في الحلاوه. فده امر من ضمن الاوامر ديسيبل. في اوامر تانية بتاعت الدوس داير مثلا ماشي. في امر فورمات، انا ممكن بس اطلع بره هنا كده وكان نقطتين في النقطتين، وامر الدوس سي دي نقطتين صح؟ مسافة نقطتين ايه؟ مسافة ماشي؟ طلعت بره معايا كده؟ فممكن اقول له فورمات سي نقطتين فورمات، امر الدوس عادي بتاع الفورمات. يعني بدل انت عشان تعمل فورمات بتدوس بتعمل ايه؟ محتاج ديسك ستارت اب صح كده؟ لا ده هو وفر لك الليله دي كلها معايا. فانت ممكن تقول له هنا هيلب بقى ويجيب لك كل الاوامر المفترض انت ممكن تستخدمها، هتلاقي اغلبها اوامر دوس اصلا. ممكن تكوبي مثلا، ساعات يقول لك ايه الملف ده ميسنج، يعني الويندوز يجي يشتغل يقول لك الملف ده ميسنج. الانتي ال دي ار ده كتير قوي مثلا، الانتي لودر تمام. فتعمل ايه مثلا؟ ممكن تاخده من نسخة تانية موجودة على ال لا لا لا، تخش تخش كوبي، في امر اسمه كوبي وتكتب له السورس وبعد كده الديستنيشن. يعني لو خدت مانيوال كده من نسخة تانية تاخده هيشتغل معايا. في امر في ديليت عايز ادلت حاجة معايا. احنا مش علينا اصلا الاوامر دي شرحها ايه، دي اوامر دوس كلها تمام. بس هو الفكرة كلها انك انت تعرف امتى تستخدم الريكفري كونسول وازاي تستخدمها، يا اما باستخدام السي دي بتاع الويندوز، يا اما تسطبها زي ما انت شايف باستخدام الامر اللي هو اسمه سي ام دي كونز معايا. ودي اقوى بقى تول فيهم، علشان كده بيقول لك ايه لازم يكون عندك السكيلز المناسبه علشان تقدر تستخدم الريكفري كونسول. ما تحاولش انك انت تجرب، انك ممكن تضيع الويندوز كله معايا كده. يبقى احنا كده خدنا فكره يعني ايه ريجستري. الريجستري دي بيتخزن فيها الداتابيز بتاعه الماشين بتاعك، ازاي تريكفر حاجه معينه اتسطبت على المكنه دي وبقت موجوده في الريجستري فاثرت على السيستم بتاعك. خدنا ازاي تستخدم اللاست نون جود كونفيجريشن، خدنا ازاي تستخدم السيف مود، وخدنا الباورفول تول اللي اسمها ريكفري كونسول. صعب الكلام؟ في مشكله؟ طب انا عايز اطلع بره خالص بقى، هعمل ايه؟ هقول له اكزيت. لا الار الاولانيه معايا. طيب اللاست نون جود كونفيجريشن بتعتمد ان انا اكون عامل انيبل للريستور ولا ملهاش؟ لا لا ملهاش اي علاقه خالص، اي علاقه ماشي صح.
صعب الكلام؟ باش نعملها على فكرة التداخل واحد لسه بادئين يعني. ماشي تمام كده؟ طيب الفيديو الصوت بتاعه كويس ولا؟ الله هاجوا بيه بعد طب يعني مفيد بالنسبة لك ولا مش مفيد يعني؟ مفيد طبعا مفيد طبعا مش بتشوفوا كل حاجات تاني؟ طيب ماشي يا عم انت كنت جاي تاخد الكورس بيه يعني؟ طيب يعني شايل المذاكرة اصلا ولا مية هو كده خلاص ماشي بنلعب يعني تمام. اخر حتة بقى من السيستم ريكفري تمام اسمها سيستم ريستور عارفينها طبعا اللي هي قص الفساد ماشي السيستم ريستور دي عباره عن ايه؟ قال لك انت ممكن تنزل الويندوز بتاعك وتسطب برامج وتظبط سيتنجز وتعرف درايفرز خلاص بقت هي دي نسخه الويندوز اللي انت بتحلم بيها. احنا ممكن ناخد منها ايمج ياخد ايمج من الريجستري لان الريجستري هي اللي فيها الحاجات دي صح كده ويبدا يعمل لك ريستور بوينت عند الحته دي. تستفيد ايه بالريستور بوينت دي؟ انك انت هتكمل بعد كده حياتك عادي وبوظت الدنيا بعد ما عمل لك الريستور بوينت لاي سبب من الاسباب. فممكن تقول له لا انت فاكر الريستور بوينت اللي انت خدتها لي في اليوم الفلاني؟ لا انا عايز السيستم يرجع لها ماشي فيرجع لك الويندوز بتاعك ايام ما خدت الريستور بوينت من 3 شهور مثلا. بس دي يعني مش عايز اقول لك بتعمل ايه في الجهاز يعني ماشي صباح الفيروسز يعني اللي بتيجي في الموضوع هي كده. ما اصل دي لو جالك فيروس وانت شلته بيرجع مع الريستور لا وغير كده اصلا هي لما بتبقى انيبلد من مدخل من مداخل الفيروس ايه مدخل من مداخل الفيروس اه لو انا دلت الفيروس بيرجع تاني بعد ما دلت الفيروس وعملت له ديليت والفيروس لا ما بيرجعش هو بيرجع السيتنجز والبرامج اللي انستولد برضه ماشي ومش هيخليك تفقد الداتا بتاعتك. يعني افرض ان انا حطيت داتا بعد ما عملت ريستور بوينت حطيت داتا على الهارد هل لما رجع الجهاز بتاعي للريستور بوينت هيشيل الداتا اللي انا كنت حاططها؟ لا ملوش علاقه بال هو بياخد صوره من الريجستري. الريجستري ده ايه اللي بيأثر فيها؟ ها اليوزر بروفايل والهاردوير بروفايل او الهاردوير ماشين سيتنجز صح ولا غلط زي ما اتفقنا صح. طيب لما كل يعني هي لوحدها يعني كل ما انت بتسطب حاجه هي هو اول ما انت بتنزل الويندوز لو هي انيبلد بيعمل لك تشيك بوينت ترجع لها او ريستور بوينت ماشي. يعني انا لو دخلت هنا بروجرامز اكسسوارز سيستم تولز سيستم ريستور ماشي دلوقتي بيسألك بيقول لك انت عايز نعمل لك ايه بالظبط؟ اريستور الكمبيوتر بتاعك لإليير تايم ولا اكريت لك ريستور بوينت؟ اقول له مثلا كريت لي ريستور بوينت. عايز تسميها ايه؟ اسميها مثلا فبريوري مثلا اسميها اي حاجه ماشي كرييت فيبدا ياخد ايمج من النسخه اللي موجوده دلوقتي بالشكل الحالي بتاعها ملوش علاقه بالداتا. يقول لك والله احنا في يوم الاحد 17 فبراير 2008 الساعه كذا عملنا لك ريستور بوينت خلصت على كده مالهاش علاقه بالداتا خالص. الريجستري ليه علاقه بالداتا؟ مش انا فهمتك يعني ايه ريجستري مالهاش علاقه بالداتا صح؟ بس ده بقى يعني انا ما هو لازم طبعا ما انا جاي لك اهو باي ديفولت مفتوح. بص بقى ها سيت اب بايناميك مثلا وعايز ارجع تاني للبروتوكول اللي موجود هيرجعه البرنامج؟ لا هيرجعه درايفرات. ما هو البرنامج ده هو بينزل يقعد فين؟ مش في ريجستري. بص تعالى نغير الباك جراوند
خليها الباك جراوند دي مثلا. انا كده غيرت بعد الريستور بوينت صح. هاجي هنا بروجرامز اكسسوارز سيستم تولز سيستم ريستور. المره دي هقول له ايه بقى؟ انا عايز ريستور ماي كمبيوتر واقول له نيكست. هتبص تلاقي ان هو بياخد لك بص هو خد اهو يعني شايف اللي هي البولد دي، دي معناه ان هو واخد ايه ها هتلاقي خدها اول ما السيستم نزل، وبعد كده خدها بعديها ب 8 ايام ب7 ايام مثلا، وبعديها وهكذا. بس تلاقي كل اسبوع باي ديفولت بياخد ايه. كلام جميل. طيب ودي يوم 17 اللي احنا عاملينها، اقول لها رجعه لي ايام ما كان يوم 17. فبيقول لي خلي بالك لانك انت لما تيجي تعمل الكلام ده هوت المفترض انك انت تعمل لوج اوف ماشي. فبيفور كونتينيوينج سيف يور تشينجز اند كلوز اني اوبن بروجرامز. الداتا بتاعتك ما تضيعش، اقول له ماشي نيكست. طبعا هنا فوق بيقول لي خلي بالك ان ايميلاتك والدوكيومنتس بتاعتك كل دهوت ملوش علاقه بيك، مش هتفقده يعني. تمام ريستارت. اليو اس ام تي هو اللي بيعمل لوج اوف، ده بيعمل ريستارت. فاكرين اليو اس ام تي؟ احنا لما كنا بنرجع السيتنجز باليو اس ام تي كان بيعمل لوج اوف. المفترض دلوقتي نلاقي الباك جراوند اللي هي الايه؟ البحر. بيقول لي restoration complete your computer has been successfully restored to داني التاريخ بتاعي. اوكي ماشي. احنا قلنا باي ديفولت كل 7 ايام هو بياخد restore point صح. طب افرض ان انا عايز اديسيبل القصه دي، تراي كليك على ماي كمبيوتر عشان الفيروس. مش قلنا مدخل من مدخل الفيروس؟ هتلاقي في حاجه اسمها system restore، تقول له turn off system restore on all drives. معايا كده؟ صعب الكلام. الستور بوينت هي اللي بينتج عنها الفايلز اللي بيحطها في الباكشنات. بالظبط كده، هي دي ماشي.